في تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن هذه المناسبة عزيزة لاستذكار المنجزات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بما فيها الاهتمام بالشباب البحريني وتمكينه في المجالات كافة. طبعا احنا نهني جلالة الملك المعظم على هذه اليوم المبارك لمملكة البحرين. هذا اليوم اللي احنا نحتفل فيه بالإنجازات اللي صارت في خلال 25 عام، إنجازات في كل المحافل بشكل الكل يفخر به، واحنا يعني كشباب دائما نفتخر ان جلالة الملك دائما يذكر الشباب في كل كلماته السامية ويخلي الشباب أولوية وطنية. فاحنا شفنا إنجازات كثيرة، انا ما اقدر حتى ان انا احصرها، بس على سبيل المثال تخصيص يوم خاص للاحتفاء بالشباب البحريني وإنجازاته، وهذا اليوم هو 25 مارس من كل عام، ونفس اليوم اللي تم فيه إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللي جلالته المعظم ترأسه سنة 1975. غير هذا الشيء طبعا الشباب الحين يشاركون في العملية السياسية، الشباب صار عمرهم يوصل ل 35 عام، وغيرهم من البرامج اللي توفر للشباب كل الإمكانيات انهم يمثلون البحرين محليا وخارجيا.